السلام عليكم خوتي خواتاتي، شخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هذه الوصفة ديال الكيك اللي ما فيهش السكر، وصفة صحية 100%، ونبدلوها هكا على المعتاد. وبالنسبة للناس اللي متبعين الريجيم والناس اللي فيهم السكر، الله يشافيهم ويعافيهم. اليوم جبت لكم هذه الكيكة اللي مخدومة بالطحين ديال القمح كامل بنخالته وكلشي، كتكون غير مغرب لها هكا شي شويه، كتحيد داك النخاله الغليظه وصافي. راه نتوما عارفين كيفاش. وفيها مكونات صحيين، انا غادي نقطع معاكم باش تشوفوا. نقطع هذا الطرف باش تشوفوا كيف كتجي. كتجي ماشي طب طب طب، روعه ومثقبه كلها، فيها ثقيبات وكل من داك القرقاع كيجي فيهم. غير انا راه طحنت القرقاع بزاف، نتوما ما ديروش بحالي، خليه شي شويه هكا مهرمش. انا طحنته بزاف، انتم كيفاش كيشي كله مخرقه كتجي، والمذاق يا سلام. بالنسبه لهذا اللون انا كنت كنهضر في البورطابل وسحب لي، راه طفيت تحت ساعه ما طفيتش عليه وشويه تحمرت. بسم الله على بركه الله. ها هما المكونات قدامكم كما كتشوفوا، ها هما المكونات كلهم حداكم. عندي شويه القرقاع، عندي شي 7 ديال التمرات ولا 8 ماشي مشكل. عندي 140 غرام ديال الطحين ديال القمح، وعندي واحد الربع كاس ديال النخاله، غادي نزيدها ربع كاس فقط. كاس ما عمرش الزيت، واحد الحفينه ديال الزبيب حمر حيت كيكون شويه حلو كيكون زوين. غادي هذاك خليه هو الاخر، ما القرقاع انتما كما كتشوفوا معايا. وعندي الماء باش غادي نطحن هاد التمر، وعندي 50 غرام ديال العسل الحره. هانتوما راه تسالت، اللي تسالت هاد الشويه اللي كنبقى انا، راه سخنت القرعه، سخنته باش ذوبته، ضروري يكون سخون. وعندي واحد فاني وجوج ساشيات الخميره، انا كنت حله وحده. ولا ديروا داك الروح الفاني ولا داك العود الفاني كان احسن. المهم نتوما ديروا اللي غادي اللي موجود عندكم اللي ترتاحوا فيه. عندي واحد 5 البيضات، وبطبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملح اللي خصها دائما تكون. وعاوتاني عندي واحد شويه ديال الخرقوم اختياري الا بغيتو. انا راه معروف عليا كندير هاد التوابل في الكيك وفي الحلوه وفي كلشي، كندير السكينجبير، كندير القرفه، القرنفل، حبه الهيل. انا لولادي مولفين بهاد المذاقات، كندخلهم حتى في الحلو، يعني حتى في الحلويات في الكيك راه انا متعوده كندير هادشي. دابا اول حاجه غادي نطحن التمر مع داك الماء، وغادي نرجع معكم. ها انا بديت نطرب هذا البيض مع شويه ديال الملحه، وغادي نطربو نيت حتى يتضاعف الحجم ديالو. وهاد المكونات كلهم يكونوا بحراره المطبخ، ما يكونش شي بارد وشي سخون، لا يكون كل شيء. البيض خرجوه من قبل البنات، صحباتي خواتاتي، انتم تبعوا المراحل. هذا التمر كنزيد شويه بشويه، ولا كان عندكم داك العجانه كان احسن. انتما كنزيد التمر بشويه بشويه، ومن الاحسن اختاروا داك التمر المعجن المعلق باش يتطحن لكم في الماكينه ديالكم وما يخسرهاش. خدموا كما كنقول بشويه عليكم، حيت الكيك كتجي، هاد الكيكه كتجي روعه 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 وصحيه. وتفطروا بها في الصباح والكوتي في العشيه، ما فيها باس. مره مره نخدموا شي حويجات صحيين، ما تجيكش العجز على هاد الكيكه. وردوا بالكم في الفران كما قلت لكم في اول تقديم، انني غير جاب لي الله انني ضفيت لتحت، وانا ما كنت كنهضر في البورطاب ما انتبهت شي شويه تحمرات. وبالنسبه للطحين ديال القمح راه كيشرب، ردوا بالكم لا تمشيو ديروا قاصح. وانا فايته خدمه الكيك درت فيه حتى سيريلاك، يعني انا من الهواد ديال نخدم الكيك وكنزيد عليهم تحسينات. انا كان الكيك زعما كنخدم فيه بزاف ديال الحوايج، كندخل فيه ما كنخليهش عادي. وفيت لي خدمت حتى بالكيك فيه سيريلاك، غير هذا القمح كيشرب شي شويه. هو اللي وريت لكم في اول فيديو كنت كنديرهم في الكويرطات، راه عندي في الباج ديالي، هذه شي عام باش صايبتهم في انستغرام، في الباج ديالي ديال انستغرام طيابي في داركم. انا ضفت الفاني، ثم ضيفوا اللي بغيتوا. وغادي نضيفوا داك 140 غرام ديال الطحين ديال القمح، والبيضات يكونوا كبارين. وبالنسبه لهاد الكيك ما تخافوش، حيت الطحين ديال القمح ما كيخليش الكيكه تطلع، راه ما كتجيش طالعه، ولا تخافوها تفيض لكم. انا ضفت هذاك شويه ديال النخاله رقيقه عندي، هانتوما
نضيف الخمارات بجوج وما تحيدوش يديكم من التراب، يد كترب ويد كتخوي المقادير، ولا معاكم شي واحد يعاونكم ما فيها باس. وليداتكم كنضيف هذاك الشويه ديال السكنجبير، لا عفوا الخرقوم البلدي، خرقوم البلدي ممكن ديروا القرفه، ممكن ديروا سكنجبير، انا راه كندير القرفه، ندير السكنجبير، كنخدم بالسكنجبير معسل. ها هو القرقع، ضفت عليه واحد شويه الزيت باش يلصق لي فيه الطحين، وغادي نخلط معاه شويه ديال الطحين باش ما يهبطليش لتحت، ومع داك الزبيب حتى هو راه درتو، داك الحفينه ديال الزبيب حتى هو راه زوينه، وغادي نزيد واحد شي شويه ديال الكوك. انتما كما كتشوفوا تبعوا المراحل شويه وما غاديش تندموا الا جربتوا هاد الكيكه. انا غادي نضيف شي قبيله سيره كانت جاريه، والطحين ديال القمح راه شرب، المكونات كلهم غادي نخلطهم، وغنجيب واحد المول وندهنو بشويه الزيت وشويه الطحين، ولا شويه الكوك، ولا شويه الطحين القمح اللي عندكم موجود، اللي كاين عندكم موجود في الكوزينه ديالكم خدموه. انا درتو في هاد المول هادي صغيره، هاد المول هادي راه عزيزه عليا، هادي راه تقريبا عندها شي 25 عام هادي بالضبط، وعزيزه عليا ما بغيتش نفرط فيها حيت ما تجرحات ما والو، من الداخل باقا مزيانه، غير كنت كنطيبها فوق البوطه، كنت كندير داك الفلون اللي كاين في الماء شحال هادي. ممكن نتوما ديرو في اي مول عندكم، يا طويله يا مربعه يا كيف ما بغات تكون عندكم، ماشي مشكل، حيت هاد الكيك هذا راه ما كيفيتش، ما كيطلعش، حيت طحين القمح ما كيطلعش بحال الفرص، بحال شي كيكه فيها الفرص صافي. وانا حيت عارفه هاد المول هادي ديالي راه ما كتلصقش، حيت هاني عندي ماركه مزيانه. انتما من بعد ما وجدت، انتما كما كتشوفوا تحمرت شويه، والفران مشعول من التحت من الفوق، وكندخل الكيكه كنطفي الفوق ونخلي غير التحت درجه الحراره 180 درجه. شوفوا كيفاش كتجي غزاله كتحمق. وشكرا لكم وشكرا للمتتبعين ديالي، انتما كتجي غزاله غزاله غزاله، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. ها هي فنه، الى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده او جوله جديده، ومع السلامه.